ومثل ما شفت يا طويل العمر، جميع الفعاليات المعمدة من قبلنا من قبل الوزارة في العام الماضي قوبلت بنجاح باهر ومنقطع النظير، وهذا طبعا بفضل الله ثم فضل سعادتكم وأيضا المتعهدين والمنفذين اللي الحقيقة ما قصروا، يعني دائما معنا. يعني ما شاء الله ما شاء الله، في الحقيقة هذا كلام يثلج الصدر، ولذلك إحنا قررنا زيادة ميزانية تعميد الفعاليات بنسبة 50%. ما شاء الله ما شاء الله. العموم نتمنى لكم التوفيق وفالكم النجاح كالعادة، بس هالله هالله هيئة الترفيه انتبهوا لا يغلبوننا. يا طويل العمر، وشلون يغلبوننا هيئة الترفيه وانت ما شاء الله عليك زودت الميزانية 50%؟ لا لا لا، ابشر ابشر بسعدك، ان شاء الله نبيض وجهك ونص، وش دعوة طال عمرك. ان شاء الله كفو. احب اعرفك بنفسي يا ولدي، انا ابو سمية من جدة، انا عندي مؤسس تنظيم فعاليات، واول ما سمعت انه في هيئة الترفيه في الرياض ركبت أول طيارة وجيت، قلت خليني أقابلهم أقدم لهم أفكاري للترفيه وللفعاليات، عندي شوية أفكار تجنن وتهبل، بس قول يا رب أقابلهم. يا أخوي أنت جاي تقول لي قصة حياتك، أخلص علي، وين مشوارك؟ وين تبي تروح؟ قلت لك هيئة الترفيه. هيئة الترفيه؟ تبي ملاهي؟ ملاهي إيه يا ولدي الله يهديك، أقول لك هيئة الترفيه، أنا منظم فعاليات، أقول لك أوديني عند أقرب مكتب تأجير سيارات، خلينا أساجر سيارة وأدور عليهم، أنا أبو سمية. والله يا جماعة الخير، يوم قال سعادته إنه بنزود الميزانية 50%، إني نقزت من الفرح بغراسي يصك في السقف. عاد الله الله، نبيك عاد تكيفنا وتبسطنا تعاميد هالسنة. أنتم بس خلوا الميزانية تنزل وابشروا بالخير. أقول يا طويل العمر، عاد تكفى لا تنساني، ترى عطلة الربيع قريبة، ودي يعني تنفعني بمهرجان في الربيع. ما طلبت شيء يا أبو علي، جاك ابشر. اسمع تركي، إذا جتك أوراق فعاليات إجازة الربيع تواصل مع أبو علي. ابشر طال عمرك سم. ولا ولا يا طويل العمر، الولد قرب يعرس وأبغى لي فعالية قريبة، لأني أبغى لي دراهم. ابشر. أجل عندي لك فعالية في حديقة في عقلة الصقور الأسبوع الجاي، تبيها؟ كم تعميدها؟ والله يعني تقريباً 200,000. أنا طالبك أنك تزودها. 250 تستاهل. ها أقول خذها وأحمد ربك، أنا لو ما عندي مهرجان خدتها. أجل على بركة الله. أجل على بركة الله إن شاء الله. إلا يا الربع، أنا عندي فعالية قريبة وأبي لي راعي شيلات، وأهم شيء إنه محافظ، أبيه يشيل المسرح شيلة بالعالم ترتج وترقص وتوسع صدره. أنا أعرف لك واحد فلته راعي شيلات محافظ ودم موسيقى والناس تموت فيه وتحبه، دز له بس 5,000 ويجيك يطامر. تكفى يا تركي تكلم أهلي. ترى تركي هذا اللي عندكم فلته، هذا ما شاء الله لهلوب لهلوب، عزيز علي بالحيل، هذا بغيت معدات، بغيت ممثلين، بغيت مشيدين، بغيت مسرح كامل، ترى ما يقصر هوا. أجل شوف يا تركي، أبعطيك 50,000 وخذ الفعالية هذه اللي في عقلة الصقور، حطها جنب حديقة وخلص وفكني منها. وافق وافق يا رجال. يا الله موافقين. هالحديث لي وش القصاصة الجريدة من 1387، خلونا في شغلنا يا جماعة، حنا نبي نشتغل الآن الدوري المشترك. تبونها ودية ولا رسمية؟ ودية رسمية رسمية ترفيهية. من أنت؟ أنا أبو سمية منظم فعاليات من جدة، الحقيقة أنا جاي أدور على هيئة الترفيه ما لقيتها، شفت هيئة الرياضة دخلت وقلت أسألكم، أنتوا هيئات مع بعض، أخوات مع بعض، أصحاب مع بعض، فالله يرضى عليك دلني فين هيئة الترفيه دي. هيئة الترفيه؟ ايوه والله ما اعرفها. السلام عليكم. يا رب وينك من امس ادق عليك ما ترد، مسوي مهم يعني؟ يا عمي ما سويت لا مهم ولا شيء، ماني فاضي لك، كنت في عقلة الصقور عندي بزنس كبير صراحة. المهم اسمع، بيتصل عليك واحد اسمه ابو يوسف منتج كبير، زين ضبطتك عنده، يبيك في فعالية
وضبطتك مبلغ حلو، بس ها مو بتسحب علي وتنساني، ابي عمولتي. ابشر بعزك، تستاهل احلى حلاوه يا تروك. افا تروك، وانا شك سحبت علي؟ انت بعد دفيت اسمك عند واحد اسمه ابو علي، راح يدق عليك اليوم او بكره. كفو عليك يا تروك كفو. بس ها يا ياسر، مو بتنساني من عمولتي؟ لأنه بصراحة مبلغك أعلى وعمولتي تكون أعلى. إيه خير إن شاء الله، ليش هو أعلى؟ يا عمي أساساً أبو علي يبيه 3 أيام وأبو يوسف يبيك يوم واحد. أها ابشر بأحلى عمولة والله، ولو تبي نصها أخذها. كفو يا تروك. هذه الفعالية اللي شغلتينا فيها وانا ابوك؟ ايه يبا عشانها ببلاش؟ ايه يبا ببلاش، ومن هنا مدخل النساء ومن هنا الرجال. اجل وعدنا هنا ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. الله يبا. الله الله في الإضاءة، دقق علي، ركز علي. جاهزين؟ ايه جاهزين. اجل وش تحتري، النجم موجود، اطلع على المسرح قدمه. بسم الله نبدأ. يلا شد حيلك. أهلاً أعزائي الحضور، رحبوا معي بضيف فعاليتنا لهذا اليوم بحضور النجم عامر. هلا والله هلا والله، هلا وسهلا هلا وسهلا هلا والله. يلا حيهم. هلا والله بالخوات. تبون شيلة؟ تبون شيلة؟ تبون شيلة؟ أبشر بعزكم. من أجلكم من أجلكم تيتي يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الود ذا الليلة. جمهوري أجمل وأنا نجمه المشهور، عشانهم بهدي لهم هذه الشيلة. من أجلكم من أجلكم تاكم يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الود ذا الليلة. جمهوري عامر موقعه بأول الطابور، بالمرجلة وعلوم الأجواد أغني له. الكفو يستاهل وخلي الردي يغور، ما همني قوله ولا نيبي فضيلة. أعرف مواجبي وماشي على الدستور، واللي يبي يدخل معي حارب يا ويلة. من أجلكم من أجلكم جاكم يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الورد ذا الليلة. بالمرجلة وعلوم الأجواد أغني له، الكفو يستاهل وخلي الردي يغور، ما همني قوله ولا نيبي فضيلة. أعرف مواجبي وماشي على الدستور، واللي يبي يدخل معي حارب يا ويلة. من أجلكم من أجلكم جاكم يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الورد ذا الليلة. مدامني أصبحت نجمين ولي حضور، تشهد لي الشيلات شيلة ورا شيلة. جمهوري صفق وأنا خاطري مسرور، هذا يصورني وهذاك أنظيلة. من شهرتي حسيت إني محمد نور، ولا أبو نورة إذا رسال مواويلة. من أجلكم من أجلكم جاكم يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الورد ذا الليلة. من أجلكم من أجلكم تيتي يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الورد ذا الليلة. جمهوري أجمل وأنا نجمه المشهور، عشانهم بهدي لهم هذه الشيلة. من أجلكم من أجلكم جاكم يا الجمهور، عامر يحييكم مسا الورد ذا الليلة.
انا بعطيكم على الفعاليه الواحده 200 ريال موافقين. بسم الله الرحمن الرحيم. شوي شوي يا جماعه توني بس. ها اياني وياكم ياسر والعامل يصير عندهم خبر. ابشر طال عمرك. توب سيكريت. ياوا تشرفت فيك استاذ ياسر، تراني انا معجبه فيكم تبعه كل اعمالك. وانا بعد استاذ ياسر كثير احبك. وانا بعد حبايب قلبي تشرفت فيكم وانا بعد احبكم والله. تراني انا موهوبه اتكلم جميع اللغات، اتكلم انجليزي والماني. ما شاء الله عليك ما شاء الله والله برافو. استاذ ياسر استاذ ياسر منهم ذول؟ مالك شغل منهم ذولي. خلاص حبيبه قلبي انا اخذت رقمك بكلمك بعدين. خلاص ان شاء الله مشينا. أقول ودي إنك تجهز عشان فقرتك الآن. حبيب قلبي ما جاني تحويل إلى الآن، ذا الستيج ما راح أطب لين يجيني المبلغ. أفا مطولك يا ليل، يعني الله هداك ما تتخفيني أنا وأنا قد أبوك. على عيني وراسي. شوف حبيب قلبي 15,000 ريال تجيني بالرسالة الحين، ما جتني ترى بمشي. يعني أفهم من كلامك ما في ثقة وأنت فنان، لازم تتخفيني يا. سريع سريع حبيبي ترى من وراي أشغال وراي أمور كثيرة. زين زين أنا الحين الله يعيننا كل شيء فلوس فلوس. أبى أتصل في الولد يروح للصرافة ويحول لك الفلوس. خلاص فلوس فلوس فلوس. خلص خلص. متواصلين معاكم جمهورنا العزيز. الحين معانا مسابقة لطيفة جميلة خفيفة. على المتسابق انه يقول جملة مرقة رقبة بقرتكم احسن من مرقة رقبة بقرتنا 3 مرات بدون ما يغلط. تفضل اخوي. مرقة رقبة مرقتكم احسن من مرقة مرقتنا مرقت. الله يعطيها العافية. قال لكم راح يغلط. تفضل اخوي. احنا بعام كم يا ولدي؟ احنا عام 38 هجري يبا. مرقة رقبة بقرتنا احسن من مرقة رقبة بقرتكم، مرقة رقبة بقرتنا احسن من مرقة رقبة بقرتكم، مرقة رقبة بقرتنا احسن من مرقة رقبة بقرتكم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا ولدي. احسنت احسنت احسنت. وجائزتك طقم سفرة. الله تستاهل. هذه لي؟ هي لك يا ولدي ولك ولك. تستاهل. مرقة رقبة بقرتنا أحسن من مرقة رقبة بقرتكم، مرقة رقبة بقرتنا أحسن من مرقة رقبة بقرتكم، مرقة رقبة بقرتنا أحسن من مرقة رقبة بقرتكم. ما شاء الله عليك يا عم ما شاء الله تبارك الله، محترف ما شاء الله تبارك الله. يا أولادي هذا من يوم اني صغير ويتردد بكل احتفال وبكل فعالية تقول ما عندكم غيرها عطمة هدية بس. الله يرضى عليكم. تفضل معي عم تفضل معي تسلم الجائزة. وهذه هي الجائزة طقم سفرة مقدم من رعاة الحفل. لا إله إلا الله حتى بعد جوائزكم ما تغيرت طول عمره له طقم سفرة طقم سفرة. الله المستعان. اليوم معانا لعبة ظريفة وجديدة ومتميز وتحتاج منا جهد صعب قوي جدا. معانا مشاركة من آبائنا. نبدأ بسم الله 1 2 3 يلا اسرع اسرع يلا 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 خلص كله يلا يلا يلا. ما شاء الله تعالى ما شاء الله ما شاء الله ما يوقف ما يوقف ما شاء الله يلا يلا. والآن أعزائي الحضور مع هذا المشهد الدرامي مع النجمين شكش وكفتة. أنا طفشان أنا طفشان. ليش أنت طفشان؟ أحس بضيقة أبي أشرب دخان عشان أحس بسعادة أروق مزاجي. لا لا السعادة مو في الدخان، السعادة في طاعة الرحمن. ومتواصلين مع مسابقاتنا لهذا اليوم وهي عبارة عن أقوى فحطة. راح تكون هذه المسابقة عبارة عن قصة نذكر فيها أحد أسماء المتسابقين لهذا اليوم، واللي نذكر اسمه يفحط. أعلى فحطة راح ينال جائزتنا لهذا اليوم، وأقل فحطة راح يوادعنا يدل الباب. بسم الله نبدأ قصتنا لهذا اليوم. كان ما كان كنت طالع في الصباح على طريق خريص وحصلت واحد متعطل اسمه عبد العزيز. حصلت واحد ثاني نفس المشكلة، لما سألته قال أنا نفس الطريق رايح لكن صادني.
يا ليل مسلك ذي قد وختنا كل شوي فاصله سلك كل شوي فاصله سلك استغفر الله العظيم يا عم جوجل يمي يسار عد الخلف يا عم جوجل هجولتني الله يهجولك يومين ما انت عارف توصلني لهيئة الترفيه في الرياض لو سمحت اهلا وسهلا انا لي يومين متهجول في الرياض ممكن تقول لي هيئة الترفيه فين في الرياض هيئة الترفيه ايوه اوه انت وصلت للشخص الصح انا تخصصي هنا في الرياض تخصص هيئات اعرف اماكن كل الهيئات هنا هيئة المعروف أنها هيئة المنكر أعرف مكانها هيئة الصحفيين السعوديين أعرف مكانها هيئة مكافحة الفساد برضو أعرف مكانها هيئة الرياضة كل الهيئات أعرفها هيئة الترفيه إيوه بس هيئة الترفيه هذه بالذات ما أدري وينها أقول لك يا ولدي ممكن تتصلي على هيئة الهلال الأحمر وتطلب لي إسعاف الله يخليك لحظة يا أمنا هسه انا عينت خير عم دوني بفعالته وحده نفذتها ب20 والثانيه ب15 والباقي حطيته بجيب انت بسهل انت لكن انا ازود منك عطوني طال عمرك تعميد العطله الربيع وعطوني تعميد الاسبوع الثقافي وحطيتهم هنا يا ناس يا ناس ترى الناس حليلة الناس حليلة بس يبون اللي يوسع صدورهم إلا على فكرة سمعتم في هيئة اسمها هيئة الترفيه يقولون ان تعميدها أضعاف أضعاف تعميد الجهة اللي تعمدنا لازم حنا نعرف مداخلهم ومخارجهم ونعرف مين اللي يشتغل فيها ابو سمية هلا وين رايح تعال هلا جدة يا ولدي هيئة الترفيه جننوني يسووا حفلات في كل مكان ما حد يعرف لهم مكان رايح اطب عليهم في جدة وصيدهم الحين اللي نبي نعرفه مدام خدنا هالخير والبخت وين نقضي صيفنا فيه امنا اسبانيا وانا معك بعد اسبانيا اركب بديتي النشاط